قبول طلب رد الاعتبار المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ده اللي قضت بيه محكمة جنايات القاهرة النهاردة بعدما تقدم رجل الأعمال بالطلب بعد مرور 6 سنوات من مغادرته السجن على ذمة قضية مقتل المطربة سوزان تميم. لكن يعني ايه طلب رد الاعتبار؟ باختصار طلب رد الاعتبار هو حق بيكفله قانون الاجراءات الجنائيه، تحديدا في مادته 536 اللي بتنص على انه يجوز رد الاعتبار الى كل محكوم عليه في جنايه او جنحه، وذلك بناء على طلبه بشرط ان تكون العقوبه اتنفذت او صدر عنها عفو، وان يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبه او صدور العفو مده 6 سنوات اذا كانت جنائيه. يترتب على قبول طلب رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وباقي الآثار الجنائية زي الترشح والتصويت في الانتخابات وغيرها، وده بحسب المادة 552 من القانون.